قبل قليل تحدثت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تدفع بالمزيد من التعزيزات في البحر الأسود، وهي أشارت إلى أن قوام السفن الحربية التي باتت تقبع في البحر الأسود وتأخذ مواقعا قتالية تقدر بتسعة سفن في هذه المنطقة، وسفينة أخرى هي تقبع في بحر الأزوف. وأشارت القيادة العسكرية في هذه المنطقة إلى أن الأسطول الحربي الروسي يقوم بعمليات مناورة وعمليات استطلاع مستمرة في مياه البحر الأسود في المناطق الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، أضافت المتحدثة باسم القوات الجنوبية ناتاليا هامنوك إلى أن القوات الروسية وأسطول البحر الأسود بات يشعر بنوعا من الذعر في إشارة منها إلى الهجمات الأخيرة التي ضربت هذا الأسطول، وما أكدته في وقت سابق وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية من استهداف إحدى السفن الحربية في البحر الأسود. تبقى هذه المنطقة هي منطقة مستعرة، وربما تكون هي الجبهة الأخرى بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في ظل المساعي الأوكرانية من استهداف السفن الحربية أو حتى السفن التي تنقل النفط باتجاه الموانئ التي تسيطر عليها القوات الروسية، سواء كان ذلك في جزيرة القرم أو حتى في مدينة ماريوبل في جنوب البلاد. ميدانيا التطورات تتصاعد بالهجمات والاشتباكات العسكرية التي سجلت على أكثر من 6 جبهات على طول خط الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية، لكن الهجوم هو يأخذ شكلا مختلفا. في بعض الجبهات تأخذ القوات الأوكرانية زمام المبادرة، وهي من تقوم بمهاجمة القوات الروسية، سواء كان ذلك في المحور الجنوبي باتجاه مدينتي ميليتوبل واتجاه مدينة بريديانسك، حيث تسعى القوات الأوكرانية إلى تعزيز خطوط دفاعها في هذه المنطقة. كذلك هو الحال بما يتعلق في جنوبي مدينة باخمود في ارتفاعات منطقة كليشيفكا ومنطقة أندريفكا وكارديومفكا، حيث تدور هناك أكثر المعارك القتالية بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. لكن الأمور تبدو مختلفة عن هذه الحال في منطقة كوبيانسك ومنطقة ليمن، حيث القوات الروسية هي من تقوم وتهاجم مواقع تمركز القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه. كذلك في اتجاه مارينكا وأفديفكا، القوات الروسية تعمل على مهاجمة القوات الأوكرانية واختراق صفوف دفاعها في طول خط الجبهة الشرقية.